يمكن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عاملة مجهود عظيم جدا ومقدم لنا باقة من أهم المسلسلات الرمضانية. أعتقد أن الموسم الرمضاني ده موسم مميز جدا، ما شفناهوش من سنوات طويلة في كمية التنوع ده، سواء المسلسلات الدينية عندنا رسالة الإمام، الوطنية عندنا الكاتبة مواحد، الكوميدية عندنا الكبير أو ألف حمد لله على السلامة، المسلسلات التاريخية عندنا فيها تنوع سر الباتع، وعندنا تاريخ الأحياء الشعبية سوء الكنتو، الأكشن عندنا جعفر العمدة، عندك أكتر من نوع من الأنواع اللي موجودة في المسلسلات الرمضانية، وربما موسم متميز جدا. سؤال النهاردة الموجود على صفحتنا على فيسبوك، إيه هو أكتر مشهد عجبك السنة دي في مسلسلات رمضان؟ لو كنت شفت أحد المسلسلات الرمضانية بالتأكيد هناك أحد المشاهد اللي بتحس إن هو زي ما بيقولوا كده الماستر سين، أو المشهد المهم المؤثر في الحلقات اللي اتذاعت من هذه المسلسلات المختلفة. بالتأكيد يا جمانة بتتفرج على هتفرج على إيه الأول؟ بتفرج على كتير قوي يا مصطفى والله. يعني بتفرج أنا في مسلسلات كتير جدا عجباني الحقيقة، ويمكن كمان في مسلسلات مش لاقية وقت أشوفها فقررت أنا هتفرج عليها بعد رمضان، وفي مسلسلات حاسة إن هي محتاجة وقت لوحدها كده مستقطع لوحدها تتفرج عليه، زي مثلا رسالة الإمام. يعني أنا بتفرج على المسلسل ده خالد النبوي هاي الحقيقة، طبعا كل الممثلين الحقيقة كل الفنانين في المسلسل ده، وبقى المشتاقين للمسلسلات دي يا جدا كانش جداً عندنا زمان. لا عندنا كان زمان، عندنا أرشيف زمان صحيح، وبعدين فترة كده تقدمت فيها الدراما السورية ورجعنا احنا ورا، ودلوقتي بقى بدأنا مرة تانية. يعني ده أول مسلسل ديني يبقى HD، يبقى متصور بالتقنيات الحديثة، ده حقيقي. دي حقيقة. بص أنا هقول لك على حاجة، أنا فعلا في وقت من الأوقات كنت بتفرج على مسلسل كان عامله برضو خالد النبوي، والمسلسل طبعا دراما تاريخي، كمان إنتاج عربي مشترك، كنت بتضايق يعني وأنا بتفرج، على قد ما أنا كنت مبسوطة جدا باللغة العربية السليمة، ومبسوطة جدا بالصورة، ومبسوطة جدا بالتفاصيل في الملابس وفي كل حاجة، بتضايق ان ده مش انتاج، مش غيرانة صحيح. يعني غيرانة انه بطل المسلسل مصري صحيح، الشخصية الأساسية اللي في المسلسل، الشخصية التاريخية اللي بتقدم بيقدمها ممثل مصري صحيح، وبيقدمها الحقيقة يعني والله ب ب ب ب بشكل حقيقي ممتاز، يعني بيشرف، يعني بسيط وسلس ولغه سليمه، وانت عارف احنا بالنسبه لنا اللغه العربيه بتوجع ودننا لو مش سليمه صحيح. فانت بتبقى عارف كويس قوي اذا كانت اللغه العربيه بالظبط اللغه العربيه دي سليمه ولا مش سليمه صحيح. ركيكه فيها صحيح. مشاكل ولا، فانا كنت بتضايق يعني نستمتع في نفس الوقت لو المسلسل بيتقال بشكل حلو في اداء حلو، يعني بالنسبه لنا احنا ده بيطرب اذاننا جدا جدا بالظبط. احنا اكيد مبسوطه انه احنا حتى الدراما العربيه بشكل عام وصلت للمستوى ده، لكن برضو في سنه غيره ما يمنعش يعني صحيح. فلما شفت الحقيقه رساله الامام او مسلسل امام الشافعي خالد النبوي الحقيقه انا مبهوره بيه، وفي حلقات برجع اشوفها اكتر من مره، بس حاسه ان المسلسل ده محتاجه اشوفه تاني لوحده صحيح. بقى كده على جنب. في حاجات بقى كوميديه تاريخيه، بشوف السفاره ده جميل 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 حقيقه، خلص خلاص وانا كنت بشوفه يعني كان 15 حلقه اهو. ولا الكوميديا الخفيفه اللي تعدي عليك كده وانت مبسوط حقيقي. يعني عارف لذيذ كده. بتفرج على الكبير برضو، بتفرج على عملة نادرة. ايه بقى اكتر مشهد عجبك في كل دول؟ بص اكتر المشاهد اللي عجبتني في جعفر العمدة. كويس. جعفر العمدة، وهقول هايل. لك دي حقيقة هايل. محمد سامي مخرج شاطر، والسر فيه ان هو كتبه واخرجه، عشان كده العمل تحسيه متكامل. بص انا اعتقد انه بقالنا غالبا موسمين او ثلاثه، يمكن الشركه المتحده كمان بتهتم بفكره ان الورق يكون خلصان من بدري صحيح. ده بقى شهر 10 جعفر العمدة ده بالظبط، فالورق ان الورق خلصان من بدري، فالحبكه الدراميه لا فيها استعجال ولا فيها يلا عشان نخلص ولا فيها الكلام ده، بقى فعلا في حبكه دراميه، مسار درامي طبيعي وماشي مظبوط. فاعتقد ان ده اللي فارق كمان جدا في الاعمال، ان كان السنه دي او اللي قبلها او اللي قبلها. ده حقيقي. دي من اكتر الحاجات المهمه. انا كان جعفر العمده بالنسبه لي في مشاهد كتير لبنى ونس خطيره، ممثله خطيره الحقيقه، لما عرفت ان 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 والد سيف عايش اللي هو جعفر العمده، وشافت اسمه ايه بلال شامه، لما شاف بلال شامه في القطر ده كان مشهد رهيب. ماي كساب لما عرفت ان ابنها لسه عايش صحيح، مشهد رهيب حقيقي. احمد داش لما والدته توفت ايوه، مشهد خطير حقيقي. في مسلسل تاني برضو بتاع
طارق لطفي مذكرات زوج. زوج ده مسلسل حلو قوي، حلو لذيذ جدا. في مسلسلات عارف تبقى هاديه كده راقيه وفيها رساله، والتنوع كان مطلوب فعلا في الموسم ده، وده اللي احنا كسبناه احنا كمشاهدين. احنا بقالنا كذا فتره بصراحه الدراما ما كانتش قد كده. انا شايف النهارده سوبر، يعني خمس نجوم. صحيح. عندنا تنوع وعندنا الوان حاجات الوان مختلفه. أيوة ده بالظبط، وده اللي يوضح انه فعلا الفن الهادف. انتقاء. أيوة. لا في انتقاء صحيح. يعني الناس بص كده، يعني اي حاجه هتلاقي دايما ليها جمهور، اي لون هتلاقي ليه جمهور. مش دي القصه، بس الفكره ان انت ترتقي. الانتقاء. أيوة. وترتقي بالذوق. على فكره دي مهمه، مفيش حاجه اسمها اصلا مفيش حاجه ارتقاء بالذوق، لا في ارتقاء بالذوق، وده دور الاعلام بالمناسبه، وده دور الفن، ودي حاجه يمكن معروفه من زمان جدا. بس يعني بس لو اتكلمت على المشاهد اللي عجبتني انا، بس اتفرج على مسلسلات كتير قوي مصطفى. ايوه. يعني قلت لك نبذه سريعه كده على مسلسلاتي. انت حل. ايه انا بتشوفي سر والباتا؟ بشوف سر البيت. المشهد بتاع صابر اللي هو احمد السعداني لما كانوا حاطينه في السجن وكان خلاص حامد ايوه، هو على وزن فاعل يعني. انا فاكر الفيرب يا هشام مش كده. صابر لما كان واقف في برضه حامد لما كانوا واقف في السجن وكانوا هيقتلوه وثار عليهم وقوم الناس، ولما قال الله اكبر الله اكبر. شد عظيم. خالد يوسف فعلا فعلا عارف يجيب، يعني يتناوله كويس. احمد سعداني هايل هايل، في نفس الوقت بيفكرنا بنضال المصريين. يعني هو الفاليو في القصه ان هو بيفكرك بحادثه دمشقي، بيفكرك طبعا المشهد درامي والقصه دي ما هياش يعني ادب من انواع. صحيح. الادب اللي كاتبه يوسف ادريس، يعني قصه مش حقيقيه، لكن هو بيفكرك بحادثه دمشقي، بيفكرك بنضال المصريين ضد المستعمرين، بيفكرك بان هو فعلا لما كان المصريين بيقفوا على قلب رجل واحد اعتى جيوش الارض الامبراطوريه الفرنسيه. خلي بالكم يا جماعه، الفرنسيين مشيوا بعد نضال من المصريين 3 سنين، ما كانش المماليك موجودين. يعني اللي مشوا المصريين الفرنسيين المصريين الشعب المصري، ما كانش فيه حاجة. هو كان فيه زي ما تقولي كده نوع من أنواع النضال المجتمعي، نضال الشارع. هو ده اللي خلى أعتى جمهوريات الكرة الأرضية وقتها الإمبراطورية الفرنسية تهرب من مصر. صحيح. تهرب من مصر. على أي حال ده سؤال حلقتنا النهاردة. حاولنا نلخص كده لحضراتكم أكتر المشاهد اللي عجبتنا في مسلسلات رمضان السنة دي. ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستني إجابات حضراتكم اللي هنستعرضها مع بعض في حلقة النهاردة. إيه أكتر مشهد عجبكم في مسلسلات رمضان لحد دلوقتي؟ وزي ما قلت لحضراتكم مستنية إجاباتكم عشان نستعرضها مع بعض خلال الحلقة. صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.